السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ كي غاديين مع هاد الصهد؟ الحمد لله يا ربي، كل من عطاه لنا ربي نحمدو ونشكرو. اليوم غنقدم لكم، ها هو كل واحد على قدو، الدجاج غنخضروه بخيزو. خيزو ها هو، يا ها هو سلقتو بريقة سيدنا موسى وشوية ديال اليازير ورويز ديال التومة وطريف تاع الحامض، واحد الطريطقه ديال الملحه كنسلقو بهادشي باش غنصفيه عاد غنخضر به باش كيهرس له ديك الحلاوه ديالو، باش كتجي الحموضه ديال الزيتون مع الحامض المصير والعطريه والشرموله اللي غنشرمل بها الدجاج. ودابا انا غنقدم قدامكم. بسم الله، ها هو الدجاج. الحامض المصير هاد التويمه، هاد الصبر، الملحه، الحامض المصير عندي غير شويه، العطريه الزر، معلقة عامرة، فصين جبير. دابا غنشرملو ونقادو مزيان. هاهو نشرمل الدجاج مزيان في هاد العطرية، وديك الساعة مع نجي ندير خيزو نشرمل بيه والزيتون، انا غنوريكم كيفاش جعجي وحطاجين زوين وصيفي ديال الصيف وساهل، مفيه حتى شي حاجه صعيب. دابا خلي هاد الشرموله تشحر الدجاج مزيان وتدخل فيه الشرموله، زيدو شويه الزيت غير شويه ماشي بزاف، زيت بلديه، وشويه نخليه حتى لاخر. هاد الطاجين ما كيبغيش ليدان بزاف، والطاجين اللي كثرتي فيه الزيت راه تيبقى هو هذاك الزيت، قللتي الزيت كيجي مدغمر وزوين. دابا ها هو خليه يتشحر ونرد عليكم. هاد الجوج طاب، ها هو هاد الجوج طاب. واحد معلقه نص معلقه السمن كنديروها حيت فيه الحامض المصير باش كيجي زوين وكيعطي واحد اللذة. السمن ماشي حار، غير شويه وصافي. دابا انا غندير خيزو، ها هو خيزو تيجي زوين، تيجي واحد الطاجين معتبر طايب. ورقة سيدنا موسى باليازير، تومه، طريفة الحامض، تيجي زوين خفيف. الخضره كلها كتجي طواجن، كلها كامله. ها الحامض مصير، ديرو شويه، ديرو بيه شويه الزيتون، يجي واحد الطاجين معتبر. بصحتكم براحتكم، نزيدو واحد شوية ديال شوية ماشي بزاف، غير شوية زري زري. صافي دابا غنخليه يطيب. ها هو بالصحة والراحة، ها هو طاجين بخيزو. كاين اللي كيقولو خيزو، كاين اللي كيقولو الجعدة بالزويتنات، جا كيحمق على الريحة ديالو طالعة تتحمق. بصحتكم وبرحتكم. بسم الله، هاد الطواجين ديال خيزو حمض بزويتنات، طيب بالدجاج، جا كيحمق. وجربوه ان شاء الله غتشكروني على هاد الطاجين، جات فيه واحد اللذة وواحد البنة ما نقولكمش. وكل من طيبو بصحته ويدعي معايا يقول لي خالتي الله يعطي لدوك اليديات الصحة، دعيو معايا على الصحة. هذا اللي نطلب منكم، نطلب منكم على الصحة وطول العمر للجميع. و
واحد الطاجين واحد الطاجين يجي معلك. كاين اللي كيقول له خيزو، كاين اللي كيقول له الجعده، كاين اللي كيقول له السناريه. وبصحتكم وبراحتكم، وطيبوه ورجعوه وردوا عليا وشكروني وديروا لي لايك.